السلام عليكم. السلام عليكم. سيادتك يا باشا مجال مندل وقد طبق طلب الاستاذ في المحافظ. يا باشا. عانى من الدولة نفسها ويعني مستغرب على شغله لحد شغله موسمي يعني. طب جميل يبقى هم اكيد ما دام الخجاسه قالتهم الفساد لسه في مين؟ والله احنا شغالين لكم جايين نخدمكم يعني يلا مين هركب هنا الاول هصور المراكب ايوه كده يا باشا يا رجعنا فوق يعني مشكلتك ايه في السياحة؟ لا
المشكله مشكله كبيره جدا. احنا لينا بنعاني 3 سنين حضرتك، ما فيش زبائن بتيجي عندنا السوق هنا خالص، ما فيش مبيعات. البنت اللي كانت عندي 200 جنيه بتاخدها في الشهر، طبعا طلعت عشان ما قدرتش ان انا اديها 200 جنيه. فعندنا ما فيش زباين، ما فيش، يعني احنا 3 سنين في الضياع. يعني اغلبيه ناس هنا معايا اصحابي، اللي كان بازار فتح سوبر ماركت، اللي كان حضرتك بازار هنا لمؤاخذة فتح احذيه، جنب منه واحد فتح جزار. السياحه ما فيش، وما فيش حد ولا مسؤول باصص للناس اصحاب البازارات دي. من الاخر كده يعني، ممكن مرشدين تعوضوا، في ناس كثيره تعوضوا، احنا الناس اللي شغالين في البازارات ولا حد فيهم تعوض باي مبلغ. احنا بندفع من لحم الحي اللي كل اللي كان محوش له قرش يطلعه، وقفنا على كده. يعني احنا اجارات شقق حضرتك بندفع بال 500 600 جنيه ده من لحم الحي، ما فيش هنا شغل، فيش اكل وشرب. شكرا. بفسر ان الناس طبعا مش لاقيه طبعا دلوقتي بازار سوق سياحي زي دي. البازارات كلها، اغلبيه البازارات اللي فيها كلها اللي قلب شغل سوبر ماركتات، واللي قلب مش لاقيين الناس تاكل، لا الناس اي شغل دلوقتي. فاحنا عاوزين الحركه تمشي كده، وعاوزين الدنيا تمشي كده، لان الناس تعبت بجد يعني. تمام. فعاوزين برضو الناس المسؤولين برضو، تمام، الامن ينزل كده السوق. برضو الامن مش متواجد في السوق بشكل دايم، في حاجات سرقات بتحصل مع الزبون السائح لما بينزل وكلام زي كده، عشان ما بيبقاش في تواجد امن كويس في الشارع. فاحنا عاوزين برضو ان يبقى في تواجد امني، في الحركه ترجع زي الاول، الناس تلقى، لان مشوار ده تعب يعني. بلدك اسوان مصدر الاساسي، يعتبر السياحه المصدر الاول يعني. شكرا لك، تحت امرك. بتفسر بايه ركود السياحه؟ والله ركود السياحه دي اتعبت ناس كثيره، وخاصه الاقتصاد في البلد، لان دي اعتماد البلد كله على السياحه، يعني 90% على السياحه. لأن السياحة دي يعني هي مصدر رزق كتير، وخاصة ناس كتيرة من الملايين والناس يعني، وبيوت وأخلاق وبتاع ده وحاجات زي كده في نفس النوعية. فيعني احنا نتمنى إن السياحة ترجع كده، وتكون وزارة السياحة بتعاون معاها مع رئيس الوزراء والبتاع ده، إن دي مصدر رزق جدا للناس والشعب، ومصدر للبلد في حد ذاته يعني. أتمنى إن يعني ربنا يرتب إن ترجع السياحة زي ما كانت. شكرا ليك. ميرسي يا فندم. الله يخليك. ركود السياحة بعدم انفلات امني، انفلات امني، وزي ما انت شايف يعني الناس المصريين خايفين، وما بالك الزبون الاجنبي. اذا كان الزبون المصري من الساعه 11 ما بنلاقوش في السوق، والزبون الاجنبي هيكون ايه؟ والله يا اخي زي ما انت شايف وضع السوق قدامك اهو. النهارده منزلين لنا زبائن من تنزانيا ما بيشتروش، والحال تعبان زي ما انت. هنموت يا رايل والله، يعني مش عارفين نعمل ايه. شكرا لك. ركود السياحة، ما فيش استثمار كويس في السياحة، وما فيش اهتمام. وحتى المهتمين بوزير السياحة مثلا، احنا بنطالبه ان هو يهتم بالسياحة، بالشغل بتاع السياحة نفسه، يبقى من داخل البلاد نفسها، مش لازم يكون مستورد من برا. لان كل ما بيكون مستورد من برا ما فيش عائد على البلد نفسه قوي، كل المكاسب بتبقى قليلة، لان الدولة نفسها بتحط اصلا فلوس على العائدات اللي جايه من الخارج كلها. الاستيرادات كلها بتبقى اسعارها عاليه، وخاماتها مش كويسه خالص. فكده حتى الزبون نفسه حتى ما بيستقبلهاش وما بيقبلهاش، يعني زي الحي المنتج المصري. المنتج المصري حتى لو الشغل اللي فيه قليل، تمام، اسعاره متهاوده، وبيلاقوا فيه مكاسب حتى الناس تقدر تسدد الايجارات بتاعتها. المحلات لما تبقى كبيره بالشكل ده، يعني الايجارات دي ما بتدفع وتبقى غاليه جدا. شكرا لك. مشكلتي سعادتك يا باشا، ما فيش سياحه هنا وما شغالش. سعادتك ما فيش غير مصريين. سعادتك ويشكر سيادة المحافظ برضو بيجيب لنا غلة أنا. بس يا باشا سعادتك ما فيش سياحة وإحنا نايمين. سعادتك لا عفو يا باشا. المشكلة ما فيش سياحة وكده، والدنيا نايمة، ما فيش غير مصريين وكده، ومش لاقيين مصاريف وكده، وغلة والدنيا دي، وهو قاعدين نايمين ومش لاقيين أكل وكده والدنيا دياتي. شكرا. السياحة متضررين من السياحة، وعايزين التورس تورس تورس ألمانيا فرنساوي إنجليزي دوتشلاند، يعني الزبائن نظيفة. هنا زبائن تعبانة خالص في الصفر. أنت حق الفرس ده ملأ بعد الحمام بلاقوش أكل، بينام على كده بيصوم. شفت بني آدم ما بيكون صايم ده بيصوم زيه بعد الحين، ومتضررين خالص الصراحة يعني. شكرا لك. ماشي. يلا. مشكلتكم إيه؟ مشكلتنا عايزين البلد فيها انضباط، ينزلوا لنا السياحه والدنيا تمشي، بدل ما الدنيا واقفه
تعبانين. يشكر سيادة المحافظ صرف لنا غلة والأعضاء بتاعت الحناتير يعني واقفين معانا وكده وبينظفونا هيعملوا لنا مواقف، بس عايزين السياحة تنزل. عفوا يا باشا، عفوا يا باشا. مشكلتكم ايه؟ مشكلتنا ما فيش سياحة، وربنا يجيب السياحة، بس أكثر من كده ما فيش. شكرا لك. أيوه شكرا. مشكلتكم ايه؟ والله عايزين الحالة تعدل احنا ويجيبوا لنا السياحة ويشغل الشغل الحلو يعني. عايزين ربنا يسترها يعني والبلد تتعدل حالها والسياحة تجينا إن شاء الله. شكرا لك. عفوا. مشكلتنا السياحة وعايزين الحالة تعدل وكل حاجة تمشي يعني زي ما كانت الأول وزي السياحة زمان وكده يعني. شكرا لك. شكرا. مشكلتنا إن السياحة واقفة يا باشا، وإحنا بالظبط مش لاقيين شغلانة غير دي اللي اشتغلنا عليها وعايشين عليها، والشغلة واقفة يعني وما فيش أي شغل في السياحة. شكرا لك. عفوا. أنا شو